السلام عليكم أعزائي التلاميذ، عزيزي التلميذات، ومرحبا بكم على قناة بي ام بي. بالنسبة لهذا الفيديو هذا غادي نشرح لكم واحد العملية حسابية بسيطة ديرها باش تعرف شحال خاصك تجيب الامتحان الوطني باش تنجح، يعني باش تجيب المعدل 10 بلا ما تسول حتى واحد. داكوغ، إذا كنت أول مرة كتشاهد القناة لا تنسى الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد. نبدأ على بركة الله. إليك العملية الحسابية باش تعرف شحال خاصك تجيب الامتحان الوطني. إذا كدير هذه العمليه هذه، كدير 20 ناقص 0.5 مضروبه في المجموع ديال الامتحان الجهوي والمراقبه. تسنى باش نشرح لك اكثر. مثلا عندك في الجهوي 7.36 وفي المراقبه عندك 12.40. العمليه الاولى اللي غادي دير بالبورتابل ديالك ولا بالاله الحاسبه، غادي تجمعهم، تجمع المعدل ديال المراقبه والمعدل ديال الجهوي 12.40 زائد 7.63 غيعطيوك 20.03. العمليه الثانيه اللي غادي دير، غدير داكشي اللي خرج لك تضربه في 0.5 غيعطيك 10.015. العملية الأخيرة اللي غتعطيك الجواب شحال خاصك تجيب في الامتحان الوطني، غادي دير 20 ناقص داكشي اللي خرج لك هنايا، وهكا تكون عرفتي شحال خاصك تجيب في الامتحان الجهوي الوطني بلا ما تسول حتى واحد. إلا كان عجبك الفيديو دير ليه ودير لنا واحد لايك هنا لتحت، وبارطاجيه مع الأصدقاء ديالك، وطلعوا ليا في ريوسكم.